لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من جدة مراسلنا خالد ربيع. خالد أهلا وسهلا بك معنا، أين وصلت الاستعدادات لإنهاء هذا المسار وجعله جاهزا لبدء السباق؟ بداية نرحب فيك حسن ونرحب بجميع مشاهدي نشرة النهار وقناة الإخبارية. بالفعل نتواجد الآن في مشروع حلبة سباق الفورمولا 1 بمحافظة جدة، وبالتحديد على كورنيش عروس البحر الأحمر جدة. لو نتحدث عن إنجاز هذا المشروع، هذا المشروع يعني على مشارف المراحل الأخيرة من الإنجاز، حيث سوف تتم هذه الحلبة جاهزة في الشهر القادم شهر نوفمبر، وسوف تقام المسابقة من تاريخ 3 إلى 5 ديسمبر من هذا العام. الآن ننقل لكم الصورة حسن والسادة المشاهدين على هذه الحلبة التي تعد أطول حلبة شوارع على مستوى العالم، والتي يبلغ طولها 6175 مترا، بينما عرضها يبلغ من 10 إلى 15 متر. وتعد هذه الحلبة عبارة عن مزيج من الخطوط المستقيمة والمنعطفات الضيقة، حيث يوجد بها 27 منعطفا، منها 16 منعطفا جهة اليسار و11 منعطف جهة اليمين. أيضا سوف تكون سرعة السيارات في هذه الحلبة حسن تبلغ سرعتها 250 كيلو مترا في الساعة. تتخطى هذه السرعة عند المنعطفين الأخيرين حاجز 322 كيلو متر في الساعة. كما تشاهدون الآن الأعمال في هذه الحلبة متواصلة، وسوف تكون هذه الحلبة يعني على كامل استعداداتها في شهر نوفمبر القادم. بالنسبة للتذاكر، تذاكر الجماهير طرح إلى حد الآن 40% من نسبة التذاكر قابلة إلى الزيادة. أيضا سوف يصاحب هذا السباق العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية في موقع قريب من موقع هذه الحلبة. هذا كل ما لدينا حسن من حلبة الفورمولا في جدة. أنتقل بالصوت الصورة لك خالد ربيع مراسلنا من جدة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.